اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مدد. صاحب المقام العالي النهارده هو اعلم اهل زمانه بالديار المصريه وحامل لواء العدل، فكان العدل صفه ملازمه لاسمه، هو القاضي العادل بكار ابن قتيبه. اتولد بكار ابن قتيبه في البصره في العراق سنه 182 هجريه، وعاش فيها حوالي 64 سنه. كان من كبار المحدثين ورواة الأحاديث في زمانه. وصل القاضي بكار عندنا هنا في مصر سنة 246 هجرية، وتولى منصب القضاء على مذهب الإمام أبو حنيفة. كان بيعمل دروس علم في جامع أحمد بن طولون، وتخرج من تحت إيده أعظم علماء الفقه الحنفي في القرن الثالث الهجري زي الفقيه المصري الكبير أبو جعفر الطحاوي. وكان أحمد بن طولون حاكم مصر في الوقت ده بيروح بنفسه يحضر دروس القاضي بكار، وكان بيسبقه الحارس بتاعه ويقول للناس محدش يقوم من مكانه، ويدخل ابن طولون والقاضي بكار مندمج في شرح درسه ما ياخدش باله منه خالص لحد ما يلاقيه قاعد جنبه. وكان القاضي العادل بكار لما يحكم بحكم ما في قضية بعديها كان بيختلي بنفسه ويبكي ويقول: يا بكار، تقدم إليك رجلان في كذا وكذا وحكمت بكذا وكذا، فما جوابك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبعدين يقعد يصلي ويبكي في صلاته وهو بيقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ويفضل يعيدها في صلاته ويعيط. كان بيخاف جدا من ربنا، وكان حريص على العدل وبيخاف إنه يظلم حد. ولما كان يحلف حد على حاجة كشاهد في قضية أو مسألة أو حاجة فيقول له: اقرأ قوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، لحد قول تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وبعد كده يقول للشاهد: احلف. فمنهم اللي كان بيخاف ويرجع عن اليمين وما يرضاش يحلف. القاضي بكار كان أول من سن سنة التصالح بين المتخاصمين. في مرة جاله راجل وابنه في خصومة ما بينهم، فبص لهم وقال: تعاطيتما ثوب العقوق كلاكما، أب غير بر وابن غير واصل. يعني لا الأب كان بر بابنه ولا الولد كان واصل لرحمه، والاتنين كانوا محقوقين. في وقت وجود القاضي بكار كان الخليفة العباسي الموجود في العراق هو المعتمد على الله، وكان الخليفة المعتمد شغلته الدنيا بملذاتها وشهواتها وانشغل عن الحكم، فخرج عليه أخوه اللي كان في نفس الوقت ولي عهده وكان اسمه الموفق بالله علشان ياخد الخلافة مكانه. أحمد بن طولون هنا في مصر كان ولاؤه للخليفة المعتمد، فبعت ابن طولون للقضاة كلهم يجمعهم علشان يثبتوا إن الموفق خرج عن طاعة أخوه المعتمد. فوافق كل القضاة إلا القاضي بكار، هو الوحيد اللي رفض وقال إن ده غير ثابت عنده. فغضب منه أحمد ابن طولون وأمر بسجن بكار علشان موقفه المعارض له. كان أحمد ابن طولون بيبعت للقاضي بكار كل سنة 1000 دينار هدية منه. فلما حصل الخلاف ده راح ابن طولون قال له: فين الفلوس اللي كنت ببعتها لك؟ يعني كان عايز يضايقه ويقول له أن أنا فضلي عليك. فرد بكار وقال له: هتلاقيها مكان ما مرسالك بيسيبها. فبعت ابن طولون المرسال، فلقى في بيت القاضي بكار 16 كيس فلوس، كل كيس فيه 1000 دينار بالختم بتاعها، ما لمسهاش القاضي بكار طول 16 سنة. لما كان القاضي بكار وهو في السجن يسمع الأذان للصلاة كان يقوم يتوضى ويتعطر ويروح على السجان يناديه ويقول له: يا سجان، عايز أخرج أصلي في الجامع. فيقول له السجان: اعذرني يا حضرة القاضي، أنا ما أقدرش أخرجك. فيرفع بكار إيده للسماء ويقول: اللهم إني أجبت مناديك للصلاة فمنعت، اللهم فاشهد. ويقعد يصلي في سجنه. وكان تلاميذ القاضي بكار بيروحوا عند سجنه تحت فتحة كده في الحيطة يدوب يسمعوا منها صوته
ويقعدوا تحتها يتكلموا معاه ويشرح لهم ويعلمهم برضه من علمه الأحاديث والسيرة النبوية والفقه. وفضل بكار في السجن لحد ما مرض أحمد بن طولون، وحس أحمد بن طولون إن هو قرب يموت وندم جدا على اللي عمله مع القاضي بكار. فبعت ابنه خمروي لبكار يقول له إنه خلاص هيفرج عنه وبيطلب منه الدعاء. فقال له بكار قول لأبوك ابن طولون بكار بيقول لك هو شيخ فان أشرف على حفرته، وأنت عليل أشرفت على حفرتك، والملتقى قريبا بين يدي الله عز وجل، والحكم هو لله الواحد القهار. فرجع خمروي لأبوه أحمد بن طولون ولقاه في أنفاسه الأخيرة ومات. لما عرف بكار قال مات البائس. وبعدها بأربعين يوم بالظبط مات بكار في سجنه، وكما يقولون بين يدي الله يجتمع الخصوم، الظالم والمظلوم. وإلى لقاء جديد ومدد.